أهلا وسهلا مشاهدينا من جديد. نكرر الرحمة والمغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة وعاجل الشفاء للجرحى وعودة للمفقودين لأسرهم إن شاء الله. واصلين معاكم وناخذ جانب ثاني، تحليل الأخبار الرياضية مع الصحفي والمحلل الرياضي ومحلل النافذة الرياضية عبر صباح الشروق عثمان الأصباط. ازيك؟ صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي الشروق. أهلا وسهلا أصباط، أهلا بك وسعيدين جدا بك في الفترة الرياضية والتحليل لأبرز الأخبار. وربنا من منتخبنا الوطني وسيكافا والبداية، كيف رأيته؟ نعم، كان منتخب أمس تعادل مع منتخب الزنزباري بهدف لكل، نتيجة مع إضاعة ركلة جزاء. نعم، نتيجة غير مباشرة اعتبار أنه المنتخب يعني دون توليفة منتخب من الشباب والأولمبي، وكان استعداداته رغم انها لم تكن بالشكل المطلوب، ولكن المنتخب الزنزباري مقارنه بمنتخبات منطقه السيكافا ليس منتخب الشرس، يعني نتيجه غير جيده رغم ان المنتخب اضاع ركله جزاء في الشوط الاول، اضاع عماد الصيني واثر يمكن يعني اثرت معنويا على مجريات المباراه، اضاعت ركله جزاء بالاضافه لطرد اللاعب احمد ابراهيم في بدايه الشوط الثاني. يمكن النقص العددي ساهم في ان المنتخب الزنزباري يتحرك ويسجل الهدف الاول، و في النهاية المنتخب الوطني نجح في إدراك التعادل، ونتمنى إنه يعني الجهاز الفني يكون استفاد من المباراة دي حتى يرتب أوراقه بشكل جيد لمباراة الغد أمام المنتخب الكيني، وسيختتم المنتخب مباراته مع تنزانيا يوم 12 من الشهر الجاري. المجموعة صعبة خاصة بعد التغيير اللي حصل في المجموعات بعد انسحاب الكونغو الديمقراطية ومنتخب جنوب السودان، هم اللي كانوا مع الصومال ثلاث منتخبات في مجموعة السودان، ولكن التعديلات اللي حصلت نتمنى المنتخب يحقق نتائج جيده في مباراتين كينيا وتنزانيا حتى يتاهل افضل الاول في صاحب المركز الاول او الثاني او افضل التوالت للدور الثاني، ومن ثم تهيئه الاجواء للادوار القادمه، لانه الفرصه متاحه في التاهل باعتبار انك حتلعب مباراتين، عندك فرصه تتاهل اول مجموعه او ثاني او افضل التوالت في المجموعات جميعا. عثمان، نتكلم عن مباريات اليوم في الدوري الممتاز، نتكلم عن المريخ حيستضيف هلال كادوغلو اليوم، يعني مدى استعداد المريخ خاصة انه هو يعني في صدارة الدوري يعني. نعم، يمكن المريخ يعني يواجه هلال كادوغلو اليوم مباراة في الخرطوم. المريخ استرد الصدارة بعد فوزه الصعب على الاهلي عبر في الجولة الماضية بثلاث اهداف مقابل هدفين، صعد للصدارة على حساب الامن عبر، وخاصة بعد انه اللجنة المنظمة كسبت الشكوى يعني احداث القمه اللي اعتبرت اللجنه المنظمه المريخ فايز، اعتلى صداره الدوري برصيد 26 نقطه، ويسعى لعدم التفريط في جميع المباريات القادمه، خاصه انه تركيز المريخ في الفتره القادمه حينصب على الدوري والكاس على اعتبار انه ودع دوري ابطال افريقيا من وقت مبكر من التمهيدي والدوري البطوله العربيه، فباعتبار التركيز على الدوري ممتاز خاصه انه المريخ حامل لقب الموسم الماضي وبطوله كاس السودان، ليس لدى المريخ خيار غير المنافسات المحليه، بالتالي تركيزه منصب على ويعمل جاهد انه يعني يحتفظ بلقب الدوري الممتاز. مباراه هلال كادوغلي صعبه اعتبار انه هلال كادوغلي في مركز متاخر جدا، هو في المركز ال 14 في الترتيب ولم يحقق نتائج جيده هذا الموسم، ومن هلال كادوغلي معروف انه يعني في المواسم الماضيه كان بيحقق نتائج جيده ودائما في مراكز الوسط في ترتيب الدوري الممتاز، ولكن هذا الموسم لم يقدم المستوى المأمول، وهو الان يملك 10 نقاط فقط بعد مرور 15 جوله، يمكن الجوله 15 اليوم في افتتاح يلعب المريخ وهلال كادوغلي، وبالتالي موقفه صعب جدا، ودائما هلال كادوغلي لديه وقفات مشهوده مع انديه القمه الهلال والمريخ، وبالتالي المباراه لن تكون سهله على المريخ خاصه رغم انها هي تقام في ارضه، من قبل هلال كادوغلي فاز على الهلال يعني، وبالتالي دائما بيلعب مع انديه القمه بمستويات جيده ويكون الدوافع اكبر في تقديم عروض جيده، وبالتالي مباراه المريخ لن تكون سهله على الهلال كادوغلي. الجهاز الفني للمريخ استعاد عدد من اللاعبين بقياده رمضان عجب المتالق مع المنتخب والمريخ وسيف تيري اللي هم غابوا على الثلاث مباريات الاخيره امام الرابطه كوسي والفلاح واهلي عطبره، يمكن عودتهم ممكن تدعم المقدمه الهجوميه بشكل جيد للجهاز الفني بقياده جوانب عنجة، فانه تدعم الفريق هجوميا في مباراه هلال كادوغلي ويعني تمنحه نقاط المباراه. نعم، من المريخ الى الهلال، ونفتح ملف الهلال ايضا، لقاء مع الشرطه القضائي. هذه مباراه الهلال اللي يستعد لها الهلال، يعني الافريقي ياتي من دوري الابطال بعد الخساره من الاهلي المصري هناك في مصر بهدفين، يقيل المدير الفني بعد المباراه مباشره، يعين البرنس هيثم مصطفى مدير الفني الى حين الاتيان بمدرب جديد، رشحت مجموعه كبيره جدا من الاسماء على راس ميتشو مدرب الهلال الاسبق والزمالك المصري السابق. ملف المدرب، ملف الاستعداد للمباراه القادمه، ومشوار الهلال والان في ثاني الترتيب في البطوله بفرق الاهداف.
نعم، يمكن الهلال يعني حقق نتيجة غير جيدة رغم أنه خسر من الأهلي في مصر بهدفين مقابل هدف. كان في تخوف من المباراة، يعني يعني اللاعبين دخلوا المباراة متخوفين جدا، كان واضح جدا تخوف من اسم الأهلي الكبير أدى للخسارة. الأهلي كان يعني الأهلي اللي أصبح يلعب باسمه ليس الأهلي المعروف يعني ده. الهلال إذا كان الجهاز الفني كان لعب بتشكيلة جيدة، يعني أدخل الشعلة منذ البداية وبش الصغير منذ بداية المباراة ولم يلعب بخطة دفاعية، كان يعني لعب خطة متوازنة في الهجوم والدفاع، كان ممكن النتيجة تكون أفضل. عموما الخسارة بهدفين مقابل هدف ليست كبيرة، الهلال احتاج للتعويض، لا زال في المنافسة اعتبار أنه لديه ثلاث مباراتين في الخرطوم وعنده ثلاث نقاط، إذا كسب الأهلي والنجم الساحلي في الخرطوم ممكن يرتفع بتسع نقاط، وعليه أن يجتهد في العودة بنقطة أو ثلاث نقاط من الخارج، خاصة أنه يعني بلاتينيوم في زيل المجموعة، ممكن مثال جدا أنك تحقق الفوز والتعادل عليه وتحصل على 10 نقاط ممكن تأهلك كأول أو ثاني مجموعة، يعني فرصة لا زالت متاحة. المطلب أنه الجهاز الفني يعيد ترتيب الأوراق بشكل جيد حتى أنه الهلال يكون في المنافسة، لا زالت الفرصة مواتية، فقط ينبغي التركيز والترتيب الجيد للمباراة القادمة. قال صلاح مدادم انا اعتبر انه توقيته كان غير مناسب، اعتبر انه المشكله ليست في صلاح مدادم، صحيح هو اخطا في تشكيله المباراه وتسبب في الهزيمه التي انا خرج بها الهلال، ولكن يعني صلاح من 15 مباراه لعب يعني منذ اشرافه على الفريق حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات، اعتبر انه او 4 مباريات مشوار ليس يعني جيد نوعا ما، فبالتالي كان ينبغي ان يكون الجهاز الفني موجود، يعني التعاقد مع مدير فني اجنبي في هذا التوقيت غير جيد، لأنه أي مدرب فني جديد يحتاج لوقت حتى تتعرف على قدرات اللاعبين ومن ثم وضع التشكيلة المناسبة لخوض المباراة التالية. ينبغي أن يقوم مجلس الإدارة بجانب حسن مصطفى اختيار مدرب وطني يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الهلال حتى يواصل مشوار فيما تبقى من الموسم، لأنه أي مدرب أجنبي جديد يحتاج لوقت، والذي تسبب في تراجع مستوى الهلال حاليا هو تعدد الأشياء الفنية والمدارس التدريبية وعدم استقرار الفني هو اللي قاد للنتائج وتذبذب المستوى. أي مدرب فني أجنبي جديد يحتاج لوقت، يعني مجلس الإدارة لن يكون أضاف جديد فيما يتعلق بملف الجهاز الفني، بالتالي ينبغي أن يعينه هيثم مصطفى مدرب وطني يواصل المشوار. ميتشو يعني في حديث عن اتصالات بينه وبين إدارة الهلال، ولكن الميتشو آخر راتب له كان مع نادي الزمالك المصري كان 50,000 دولار غير مقدم العقد، فبالتالي من الصعوبة بمكان التعاقد مع ميتشو في هذا التوقيت، لأنه يحتاج لمجلس الإدارة توفير مبلغ مالي كبير حتى أنه استخدم ميشو. يعني الحديث عن عودة ميشو حديث يمكن لتخدير الجماهير ليس أكثر، لأنه المدرب آخر راتب ناله في الزمالك قبل الغالة بعد خسارة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي كان 50,000 دولار، في مجلس الإدارة لن نستطيع توفير هذا المبلغ خلاف مقدم العقد. رشحت عدد من الأسماء لخلافة صلاح مدادم، ولكن حتى الآن مجلس الإدارة لم يحدد مدرب بعينه لقيادة الفريق، لكن رأي عندي أنه يتم استعانة بمدرب وطني من أبناء الهلال وبتعاون هذا مصطفى في الفترة القادمة، لأنه أي مدرب جديد يحتاج لوقت ومجلس الإدارة لن يضيف جديد في ملف الفني، ويعني نتوقع أنه المباريات القادمة هتكون صعبة جدا. الهلال حيلعب يوم 27 من الشهر الجاري مع النجم الساحلي في تونس، هو مصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، نأمل أنه الهلال يرتب أوراقه خلال الفترة القليلة اللي تسبق مباراة النجم الساحلي حتى يكون جاهز بشكل جيد. مباراة شرطة القضارف حتقام يوم الأربعاء، اليوم الهلال حدد التدريب الرئيسي للمباراة. الهلال أيضا تركيزه على الدوري يعني ينافس على المريخ على الصدارة، اعتبار أنه خسارته لمباراة القمة يمكن بعد الشقة بينه وبين المريخ، بالتالي يحتاج للفوز في مباراة شرطة القضارف حتى أنه ينافس على الصدارة، خاصة أنه الأمل عطبرة أصبح منافس للقمة أيضا في صدارة ترتيب الدوري الممتاز. بس كان سؤال إضافة ل يعني صلاح المدرب الهلال الحالي، وانه حيتمت اقالته من اجل انه يعود بمدرب ثاني، لكن المشكله الاساسيه اللي كان بتسائل منها الشارع او المحللين بيقولوا انه دواكز زي ده حرج، المفروض الهلال يكون مواصل بذات المدرب بعد المشوار يعني الطويل في الابطال، لكن هل الحل في الاتيان بمدرب جديد ولا المشكله اصلا موجوده من اللاعبين؟ يعني لو كان التعليق سريع عشان حسام في محاور اخيره لانه الزمن انتهى. نعم، المشكله ليست في المدرب، كان استمرار صلاح هو الرأي والاصوب، على اعتبار انه الفتره الهلال في منافسات مباريات متواصله وبرنامج ضغط على المستوى المحلي والافريقي، اي مدرب اجنبي يحتاج لوقت حتى تعرف قدرات اللاعبين، المدرب الاجنبي ينبغي ان يتم التعاقد معه قبل بدايه الموسم بشهر حتى تعرف قدرات اللاعبين ويشرف على عمليه الحاله الابداع، ومن ثم يبدا مشواره ويكون اخذ فكره كافيه ممكن ان يضيف كثيرا لاي
النادي، ولكن انديتنا في السودان دائما تتعاقد مع مدربين في منتصف الموسم، وهو ده بضرب الاثنين، المدرب يكون قدم حاجه للفريق وبالتالي يتم يعني يكون الظلم في انه تمت اقالته بسرعه. كان ينبغي ان يتم يعني منح صلاح فرصه حتى انه يعني يمنحه الثقه في باقيه الموسم، ومن ثم تعاقد مع مدرب في نهايه الموسم. ولكن اي مدرب اجنبي جديد لن يضيف للهلال اي شيء. في تشابه كبير جدا ما بين الهلال والزمالك المصري في العادة الغير حميدة دي، اعتبار انه انت ذكرتها انه تدوير المدربين غير مفيد اصلا للاعبين، ده حاجة متفق عليها ومثبت عليها. عندنا نقطة دوري السيدات نشوف هقول عليها شنو سريعا عشان اجي ايضا نقطة ثانية، كأس الخليج والبحرين تحقق المفاجأة. انا اديتك محورين مع بعض جدا. نعم صحيح. يمكن دور السيدات بدأت المرحلة الدور ربع النهائي بعد النجاح الكبير اللي تحقق في بداية المنافسة والحضور الجماهير الكبير والجدل التي عاصفت الجدل صاحبتها بين مؤيد ومعارض لتنظيم البطولة. نعم. يمكن البطولة ما يعني تمضي بنجاح حتى الآن، أمس حقق فريق الدفاع الخرطوم فوز كاسح على سيدات مدني 18 هدف، عدد كبير كمية من الأهداف. أمس أيضا رئيس الفيفا أبلغ الاتحاد السوداني وبخطاب رسمي شكر فيه الاتحاد على مسعاه في تطوير منشط كرة القدم النسائية، وأكد أن الاتحاد السوداني يمضي في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالمنشط على اعتبار أنه توقف كثيرا، وكان الاتحاد يحاجي للفيفا أنه لديه منافسة مستمرة خلال 30 عام الماضية لم تكن في مناسبة المستوى المطلوب. والآن إشادة رئيسة الفيفا تؤكد أنه نجاح البطولة يمضي. اليوم أيضا في مباراتين، صمود كادوغلي ومريخ الأبيض وهلال كدلنج، و يواجه سيدات القضارف في مجموعة الأبيض. المجموعة تم تقسيم من الثمانية أندية إلى مجموعتين، التنافس مستمر حتى أنه الأدوار القادمة يكون فيها تنافس أقوى لأجل كل الفرق تسعى للتتويج بالبطولة. في ملاحظة أيضا فيما يتعلق بملف الأندية السودانية والمنتخبات. نعم. في تهديد من الكاف أنه جميع الأندية والمنتخبات حتلعب مبارياتها خارج السودان. نعم. نعم. بسبب يعني آخر وفد لموفد الكاف سجل زيارة لملعب الجوهرة وسجل 7 ملاحظات على الملعب، طالب بالاتحاد السوداني بترتيب لا قبل المباراة. يعني الكاف حيفد مندوب قبل مباراة نجم الساحل في يناير لمعاينة ملعب الجوهرة المرة الثانية قبل المباراة وتدوين ملاحظاته، حال عدم تنفيذ الاشتراطات 7 سيتم لغة مباراة الهلال خارج السودان اعتبار الكاف لا يجامل. مندوب الكاف كان عنده ملاحظة مهمة جدا عن الإضاءة، وهي إضاءة ملعب الهلال. يعني خلال 3 سنوات الأخيرة كانت مسار جدل، وكل عام وفد الكاف اللي يزور الخرطوم يؤكد أنه في مشكلة في الإضاءة، وكان في فترة كافية أنه مجلس إدارة نادي الهلال راجع الإضاءة. الآن موفد الكاف طالب ب7 اشتراطات من ضمنها توفير يعني إضاءة طوارئ حال أنه انطفاء أحد الأبراج، طالب بتوفيره وتوفير مخرج طوارئ للجمهور. دي من الملاحظات، أكد أنه ما في بجانب غرفة مراقبة وحمامات وخلافه. فالاشتراطات 7 دي حال أنه لم يتم توفير خلال الفترة القادمة، حال زيارة موفد الكاف المرة الثانية سيتم نقل مباراة الهلال خارج السودان وكل مباريات حتى على مستوى المنتخبات الأندية. فبالتالي هذه أمر غير مقبول، مفترض أن الاتحاد السوداني يتحرك مع مجلس إدارة الهلال حتى يتم إصلاح الأوضاع في الملعب الهلال قبل. سريعا ماذا على البحرين؟ البحرين يمكن تتويج عظيم جدا وكبير بعد سنوات من الصبر، أكد لك أنه بناء الأندية والمنتخبات تحتاج لتخطيط بعيد. ليس كان ما في أي أحد، لا مشجع لا مراقب لا فني لا مدرب، كان يتوقع تتويج البحرين على اعتبار أنه دائما تقدم مستويات متباينة في على كأس الخليج، ولكن فاجأت الجميع وقدمت مستويات جيدة جدا ونالت اللقب لأول مرة في تاريخها. أمس هذا يمكن البحرين خرجت كلها عن بكرة أبيها في فرحة بما تحصل عليه المنتخب من تتويج على مستوى يعني على حساب المنتخب السعودي الأخضر اللي كان ملقب. نعم. وهو المرشح الأبرز للقب باعتباره حقق اللقب 4 مرات. حقيقة قادرين جدا، أتمنى الأصبات كتر خيرك على التحليل. شكرا لكم، ونهني الشعب البحريني قيادة وجمهور على تتويجه باللقب. نتمنى أن منتخباتنا وأنديتنا في السنوات القادمة تعود للتنافس الغاري وتتوج باللقب. الله البحرين رسالة مهمة جدا لكل بعد كرة، أنه بالطموح بالعمل بالعزيمة بالإصرار واحترام ما تفعل يمكن أن تصل إلى ما تريد. تحية للبحرين، مبروك الكاس خليج 24 وهارتك للمنتخب السعودي. شكرا لكم للمتابعة مشاهدين، وصلنا للختام. دائما في كل ختام نرسل لكم تحايا فريق العمل لهذا اليوم، تقبلوها بعون الله. شكرا حمزة، كتر خيرك، بكرة فريق عمل جديد، مع السلامة، في أمان الله.